قدمت الجزائر قائمة بالممتلكات التي تحتفظ بها فرنسا منذ الحقبة الاستعمارية من أجل استعادتها، ووافقت اللجنة الفرنسية على الطلب الجزائري والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار عمل لجنة مشتركة. وعقدت اللجنة منذ تأسيسها في 2022 خمسة لقاءات، آخرها في الجزائر يومي الأربعاء والخميس، وبمشاركة 10 من المؤرخين، 5 من كل جانب. وفي فبراير اتفقت اللجنة المشتركة باجتماع في باريس على استرجاع الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر مؤسس الدولة الحديثة. وكان الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا لا يقبل التنازل والمساومة، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين. هذا وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفاة 24 مقاوما قتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر. لكن الجزائر في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ظلت تطالب فرنسا باسترجاع الجماجم الموجودة في المتاحف لإعادة دفنها. معي من الجزائر لمناقشة هذا الموضوع الدكتور توفيق بوقعدة، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي أيضا. مرحبا بك أستاذ توفيق، دائما معنا على شاشة الحدث. هذه الخطوة دلالاتها فيما يتعلق بمطالبة فرنسا بإعادة ممتلكات تاريخية تملكها الجزائر. تحية طيبة لك ولكل مشاهديكم الكرام. أعتقد بأن ما حدث خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة الجزائرية هو اختراق آخر في موضوع الذاكرة الذي ظل يؤرق العلاقات الجزائرية الفرنسية لفترة طويلة. هذا الاختراق جاء من خلال موافقة اللجنة على كل المطالب التي تقدم بها الطرف الجزائري لاسترجاع بعض المقتنيات وكذلك بعض المصادر التاريخية والوثائق التي تعود إلى فترة زمنية سابقة للاحتلال الفرنسي والتي كان قد نهبها الاستعمار الفرنسي خلال مراحل توسعه في الجزائر. أعتقد بأن من بين هذه المطالب التي مطالب تعود إلى أشياء رمزية تراها الجزائر أنها مهمة، خاصة مرتبطة بمقتنيات الأمير عبد القادر وسيف الأمير، سواء كان سيفه أو مصحفه أو كذلك خيمته، وكذلك مقتنيات أخرى ترجع إلى رموز المقاومة الشعبية وكذلك أرشيف الدولة الجزائرية قبل الاحتلال الفرنسي أثناء إيالة الجزائر التي كانت تابعة للدولة العثمانية. بالتالي هذه المصادر التي اتفق الطرفان بأن ملكيتها بنص التشريعات والقوانين الدولية لا تعود لفرنسا وإنما للجزائر، وبالتالي لا بد من استرجاعها، وقد أبدت اللجنة الفرنسية موافقتها على ذلك. لكن الأمر أعتقد ليس منتهيا الآن، لأن الكرة الآن في ملعب الرئيس الفرنسي، وهذا مقترن بموافقة الرئيس الفرنسي وكذلك بإعادة النظر في عديد من التشريعات القانونية الفرنسية. يعني هل يمكن للرئيس الفرنسي مثلا أن يرفض؟ أكيد للرئيس الفرنسي أن يرفض، وكذلك هذه استرجاع هذه الممتلكات والمقتنيات خاصة الأرشيفية مرتبطة بنصوص قانونية للدولة الفرنسية التي لا تسمح بتنازل عنها ما لم يتم تغيير القانون أو تغيير صفة هذه المواثيق الدولية باعتبارها ملكا للدولة الفرنسية. وبالتالي أعتقد بأن هذا الاختراق ومهم بإقرار اللجنة ذاتها التي تم تعيينها من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون بأن من حق الجزائر استعادة هذه الممتلكات وأن لا حق لفرنسا بإبقائها في مختلف المتاحف وأرشيفات الجانب الفرنسي. وبالتالي هناك اختراقا مهم جدا إضافوا إلى جملة الاختراقات التي حدثت في ملف الذاكرة، سواء ما يتعلق باعتراف الجمعية الوطنية الفرنسية بما حدث من مجازر في 17 أكتوبر سنة 1961، أو كذلك بإستعادة جماجم الرفات، أو كذلك بالموافقة المبدئية بإنشاء البوابة للأرشيف الفرنسي المتعلق بالجزائر والتي يسمح الولوج للباحثين الجزائريين والفرنسيين وتقديم تسهيلات للطرفين. نعم دكتور توفيق، أنت وصفت ما حدث بالاختراق، لكن ما الاختراق الأكبر الذي يمكن فعلا أن يدفع ملف استعادة العلاقات بين فرنسا
والجزائر استعادة الثقة، ثقة هذه العلاقات؟ أعتقد بأن ما حدث في الاجتماع الأخير للجنة المشتركة هو عربون ثقة للجانب الفرنسي بأنه فعلا عازم على تصفية هذه الملف ومعالجة ملف الذاكرة وفق أطره العلمية، خاصة أن اللجنتين تقدمتا في عمليتهم وفق منهجية علمية بدأتا في المرحلة السابقة خلال القرن التاسع عشر بتحديد مختلف المقتنيات التي يستوجب على الجانب الفرنسي إعادتها للجزائر، ثم الانتقال إلى كذلك المصنوعات العسكرية للجانب الفرنسي والتي تحمل كذلك رمزية كبيرة بالنسبة للجزائريين وغيرها. لكن في اعتقادي أن الملف الأصعب والذي سوف يكون هو نقطة الانفراج في هذا الملف الذاكرة بين الجانبين هو مرتبطة بالفترة الثورة التحريرية، وخاصة ما حدث والأرشيف الاستعماري الفرنسي وخاصة لدى الجيش الفرنسي بأعماله في مختلف مناطق الجزائر وارتكابه ومختلف التقارير التي تصف فعليا ما حدث خلال هذه المرحلة. لو تحدثنا عن يعني وفقا لما ترونه هذه المهمة إلى أي مدى يمكن أن تطول؟ يعني وسؤال بسيط قد يسأله البعض، يعني المهمة قد تطول، المعرقلات عدا الرئيس ماكرون أو التحديات إن صح التعبير؟ أكيد أن الملف الذاكرة لأكثر من 132 سنة من الاستعمار الفرنسي ليس بالأمر السهل الذي يمكن إحداث اختراق بين عشية وضحاها، وبالتالي هناك العديد من محاذير كذلك للجانب الفرنسي ومحاذير بالنسبة للطرف الجزائري يجب التريث والتعامل مع هذا الأرشيف بنوع من الحذر، وكذلك أنه كثير من المغالطات التي أوردتها حتى كتابات تاريخية فرنسية لمعالجة العديد من القضايا، وبالتبين بأن هناك رؤية مختلفة أو هناك مدرستين مختلفتين في كتابة التاريخ المرحلة الاستعمارية في فرنسا، هناك مدرسة جزائرية وهناك مدرسة فرنسية، وكثير والخوف الذي تخوف منه الجزائريين أن يتم دس بعض الوثائق دون الملفقة التي قد تحدث الكثير من المغالطات حتى في تاريخ الجزائري المتعارف عليه، وبالتالي هناك لذلك فأعتقد لدى اللجنة المشتركة مسؤوليات كبيرة في المعالجة العلمية لهذه المرحلة التاريخية وتصنيف الوثائق التي يستوجب استرجاعها والوثائق التي يجب النقاش حولها أو الدفع بها للباحثين للتأكد من صحتها وصحة الحقائق التي تتضمنها. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، أيضا الدكتور توفيق بوقعدة أستاذ العلاقات الدولية ومحلل سياسي أيضا جزائري، شكرا جزيلا لك.